تخيلي تكوني راحة تفدي نفسك من الأسر وتحرريها، فتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرض عليك الزواج، هتعملي ايه ساعتها؟ هتوافقي طبعا. قصتنا النهاردة من أزواج رسول الله كانت السبب في عتق 100 شخص من قبيلة بني المصطلق وإسلام سيدهم وابنته وبعض من قومه. قصتنا النهاردة عن تامن أزواج رسول الله، جويرية بنت الحارث. القصة بتاعتنا لما بيسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بني المصطلق بيجمعوا بعضهم كده علشان يهاجموا المسلمين، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام فرفضوا، فغزاهم الرسول وسباهم. وده كان في غزوة بتسمى غزوة المريسيع، كانت سنة 5 أو 6 هجرية، ووقعت جويرية بنت الحارث في الأسر. طب هي مين؟ هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جزيمة من بني المصطلق رضي الله عنها، وكانت بنت زعيم قبيلة بني المصطلق، وكانت زوجة مسافع ابن صفوان المصطلقي، ولما اتأثرت وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس. وعلشان هي بنت زعيم القبيلة وزوجة رجل من أكابرهم أيضا، ما كانش ينفع ان هي تقع في الأسر، فراحت لابن قيس ده وقالت ان هي هتكتبه عن نفسها او على نفسها، يعني هتديله مقابل من المال في سبيل ان هو يطلق سراحها ويعتقها. فراحت للرسول صلى الله عليه وسلم تستعين على كتابتها وقالت: يا رسول الله، اني مسلمة اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وانا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وكان امري لا يخفى عليك. فقال النبي: هل أدلك على خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم. فتزوجها. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة دي، وقالت عن جويرية لما شافتها: كانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فوالله ما رأيتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت. وكملت السيدة عائشة روايتها وحكايتها للقصة دي وقالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله، وأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. ودي كانت الحكمة من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية، هو لم يعتقها ويدفع عنها فقط، وإنما بجوازه منها أعتق أهلها من الأسر، وكمان او بعد كده هم اسلموا ودخلوا في الاسلام، فكان ده ربح ومكسب كبير جدا بالنسبة للدعوة وقتها. وبيقول لك اهلها دخلوا الاسلام في حادثة مشهورة بتسمى حادثة البعير. طب ايه هي حادثة البعير دي؟ يذكر ابن هشام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جويري عند رجل من الانصار وديعة، ثم قدم المدينة، وذلك بعد انصرافه من غزوة بني المصطلق بعد ما رجع. فأقبل أبوها ومعه فداؤها عدد من الإبل، عدد من الجمال يعني. فلما وصل إلى العقيق، والعقيق دي كانت منطقة، أخفى 2 منها في شعاب العقيق وقدم على رسول الله. ساب 2 من الجمال دول هناك وراح على الرسول يعلنه أنه قد جاء لفداء ابنته. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبر البعيرين الذين غيبهما في شهاب العقيق. فالرجل اتصدم، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الجملين اللي سابهم في شهاب العقيق، فقال لما اتصدم بقى من اللي قاله الرسول، فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله. وبعدها أسلم الحارث ومعه ابنان وبعض من قومه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه بعد كده الفدية والفداء يعني، واداله بنته، وبعد كده خطبها منه وتزوجها،
وبيقال إن هي كانت ملك يمينه ثم أعتقها وتزوجها. وبكده أصبحت جويرية أما من أمهات المؤمنين وهي في العشرين من عمرها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لها كنسائه في القسمة في المبيت والإنفاق وفرض عليها الحجاب. وروت عن النبي أيضا أحاديث متفق عليها في الكتب الستة وعددهم 7 أحاديث. وبيروى ان السيدة جويرية بنت الحارث كان اسمها برة، فحول صلى الله عليه وسلم اسمها من برة الى جويرية لانه كان يكره ان يقال لقد خرج من عند برة. والنبي كان بيكره اسم برة علشان كان في تزكية للنفس بالبر. السيدة جويرية رضي الله عنها كانت من العابدات الزاهدات. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها اول النهار فرآها تصلي، ثم دخل عليها قرب نصف النهار فوجدها تصلي، فقال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحديث ده كان من أشهر الأحاديث اللي روتها السيدة جويرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن السيدة جويرية رضي الله عنها أنها جلست للفتية من أمهات المسلمين رضي الله عنهن جميعا، وتوفيت وعمرها 65 عاما في خلافة معاوية سنة 50 هجريا. وبس كده، دي كانت قصة النهاردة، قصة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث زوجة رسول الله، وقصة فدائها لنفسها والأهلها بإسلامهم وزواجها من الرسول عليه الصلاة والسلام. موقفها وحكمتها في فدائها لنفسها والأهلها كان في حكمة كبيرة وخير كبير جدا ليها من ربنا سبحانه وتعالى. وكمان بيبين ان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم كان لنشر الإسلام بين القبائل زي ما اتكلمنا قبل كده. وبس كده، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة والمتابعة لو بتشوفنا على الفيسبوك، وما تنسوش دعائنا ودعم من الأهل غزة، وربنا ينصرهم وينصر المستضعفين في كل مكان. استنوا قصة جديدة من قصص أزواج رسول الله وفيديو جديد من تلبيب الكتب مع إيمان سعيد، والسلام عليكم.